محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح قاسم الغزي على متن القاضي أبي شجاع، متن الغاية والتقرير في فقه السادة الشافعية. ونحن اليوم في الفرد الثاني من فروض الوضوء، والفرد الثاني من فروض الوضوء هو غسل الوجه بعد النية. فروض الوضوء 6 أشياء: النية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرنا. 6 أشياء ده فروض الوضوء. تكلمنا على النية في جلستين، هو الفرض الأول وهو أطولها تفصيلا. اليوم نتكلم على غسل الوجه فقط، يكفي. يعني النهاردة هنعرف ازاي نغسل وشنا في الوضوء، مش علشان الوضوء اللي فات، لا، علشان تعرف الفقه لما يتناول مسألة من المسائل كيف يؤصلها وكيف يفصلها وكيف يتصور الخلافات الواقعة فيها وكيف يوجد الحلول في هذه الخلافات وهذه التصورات المختلفة. علشان الأمر ده دين، مش مسألة سهلة. ده ربك هو اللي فرض عليك تغسل وجهك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ائتوا مما أمرتكم ما استطعت. فما هو الوجه تعريفه؟ والشعور اللي موجودة في الوجه أنواعها إيه؟ وما يجب إيصال الماء إلى باطن بشرته، ولا يكفي ظاهر الشعر فقط طالما البشرة مش باينة؟ لان خد بالك ان الوجه عليه شعر، والشعر ده احيانا يغطي البشره. فانا لما اجي اغسل وجهي لازم ادخل الميه اوصلها لحد البشره، ولا يكفي ظاهر الشعر؟ وانواع الشعور اللي يجب غسلها وانواع الشعور الغير واجب غسلها، كل المواضيع دي بتتناولها في موضوع غسل الوجه. يقول الشيخ: والثاني غسل جميع الوجه. نقرأ الأول بالشرح دون الحاشية. والثاني، أي الثاني من الفروض، غسل جميع الوجه، وحده، حد الوجه، طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا. ويقول لك غالبا ليه؟ علشان الأصلع. افرض واحد ما عندوش شعر أصلا، يبقى على طول من نهاية تسطيح الإيه؟ الجبهة. أول ما تمشي إيدك ويبتدي يحود كده، يبقى الوجه خلص مع التحويد حتى لو ما عندوش شعر. لكن الغالب منابت الشعر غالبا. احيانا منابت الشعر واحد شعره طلع في جبهته هنا، نزل خلقته كده، يبقى بقى خلاص، يبقى الوجه مش هنا، الوجه يطلع شوية فوق. يبقى المنابت دي تدخل في الايه؟ في الوجه، واجب غسلها لانها نبتت في موضع الوجه. خدت بالك؟ عشان كده يقول لك غالبا. غالبا يعني في الخلقة المعتادة، الخلقة المعتادة ان بيبقى الشعر يبتدي في الطول من بداية الرأس ونهاية الوجه. لكن الأصلع يبقى مع تسطيح ايه؟ نهاية تسطيح الجبهة، واللي طلع له منابت شعره من تحت شوية، يبقى دخلت منابت الشعر في وجوب غسل الوجه. وآخر اللحيين، واللحيين اللي هو الفك، اللي هو ايه؟ اللي هو زاوية الفك دي السفلي، اما تعمل ايدك كده من عند الاذن وتحس العظمة اللي هي بتاع الفك السفلي، اول ما تلاقيها حودت على قدام كده، ده اسمه ايه؟ اللحية. يبقى عندك انت تحويدة الناحية دي وتحويدة الناحية دي، يبقى لحيين، يبقى نهاية الحتة المحودة دي، ده كل ده بالطول، يبقى من منابت الشعر الى ايه؟ نهاية او اخر اللحيين. ومنها اللحية، اللحية هي ما بين اللحيين. يبقى لو قلنا أن اللحية واجبة تركها، يبقى الواجب تركه والشعر اللي في الحتة دي. طب والباقي؟ سنة، مش واجب، مستحب. خدت بالك ازاي؟ لكن الواجب هي اللحية، المطلق عليها لحية، اللي هي من أول زاوية الفك كده لحد ما تروح لزاوية الفك التاني، يبقى ده الواجب تركه شرعا إن قلنا أن اللحية واجب. طب وما زاد؟ زي شعر العارض، الشعر ده اسمه العارض، والعذار اللي هو على العظمة دي، واخد بالك؟ ده يبقى سنة تركه عشان تبقى الأكمل يعني. وآخر اللحيين وهما العظمان،
اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى، ده اللحيين، يبقى الفك السفلي. وسموها عظمان لأن فعلا عظمتين ويلتئموا في النص، هم عظمتين بيلتئموا في النص، يعني عظمة جاية من ناحية دي وعظمة جاية من ناحية دي تلتئم في النص. يجتمع مقدمهما في الذقن، يبقى أول ما يتقابلوا مع بعض يبقى الحتة دي اسمها الذقن، واخد بالك؟ اللي هو الشعر لما يطلع فيها المصريين يسموه سكسوكة، مش المصريين دي خاصة، كلمة سكسوكة دي خاصة بلغة المصريين، يقول لك سكسوكة يعني الشعر اللي ايه، اللي على الدقن بس، على الذقن بس، دي اسمها الذقن، خدت بالك؟ لكن توسع شوية بقت لحية، وسعت أكتر دخل شعر العارض، وشعر العارض جزء من شعر الوجه، واخد بالك؟ يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذن، أول ما تمشي على العظمة دي للآخر كده تلاقيه تخلص عند الأذن، عند إيه؟ المفصل، حتى لما تيجي تحرك فكك تلاقيه ابتدت إيه؟ تتحرك معاك، لأنه في مفصل بين الفك السفلي والفك العلوي، الفك العلوي ده من الجمجمة، مش منفصل، ده جزء من الجمجمة نفسها، واخد بالك؟ لكن ده منفصل عنها، بينهم مفصل، المفصل ده هو اللي بيتحرك كده عشان تعرف تمضغ تتكلم. وحده عرضا، يبقى بالطول عرفناه، طب وعرضا بالعرض؟ وحده عرضا ما بين الاذنين، ببساطه كده يبقى الوجه ما بين الاذنين بالعرض، وعند منابت الشعر غالبا، وعرفنا ليه غالبا، الى اخر اللحيين، واللذان يجتمعان عند الذقن. وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته، طالما الشعر على الوجه والشعر ده خفيف أو كثيف يبقى وجب إيصال الماء تحته مع البشرة التي تحته، كويس؟ يبقى شعر الحاجب حتى ولو كثيف وجب إيصال الماء تحته، لأن الحاجب شعر من شعور الوجه، واخد بالك؟ يبقى لازم أدخل المية اطمئن إن وصلت إلى البشرة أسفل شعر الحاجب حتى ولو كثيف، يبقى لازم أحركه كده عشان أطمئن تماما إن اغتسل الشعر نفسه والبشرة أسفل. وأما لحية الرجل الكثيفة، اللحية الكثيفة للرجل، وحد الكثافة ألا ترى البشرة تحتها، يعني بحيث ما تشوفش بشرة الرجل تحتها، تبقى دي اسمها كثيفة. وأما لحية الرجل الكثيفة بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها، يبقى يكفي غسل ظاهر شعرها، مش شرط بقى وسط، طالما إيه كثيفة في اللحية وفي الرجل. طب افرض واحدة نبتت لها لحية امرأة وكثيفة، وجب إيصال الماء إلى باطن بشرتها حتى ولو كثيف، لأن ده نادر ويستحب لها حلاقتها، واخد بالك ازاي؟ كمان لانها على خلاف خلقتها، خلاف الرجل، فساعتها نقول لا لا احلقيها احسن، شيليها. طب مش هتشيلها، طب يبقى يجب ايصال الماء بقى الى البشره تحتها في غسل الوجه. فهمت ازاي؟ وهي بخلاف الخفيفه، بخلاف اللحيه الخفيفه اللي انت ترى البشره من اسفل منها، يبقى دي وجب ايصال الماء الى البشره ايه؟ تحته، بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها فيجب إيصال الماء لبشرتها، وبخلاف لحية امرأة وخنثى، والخنثى اللي هو ايه مش معروف ده ذكر ولا أنثى، فهنعامله معاملة المرأة احتياطا، لأن المرأة في تغليظ في غسل اللحية إننا نقول لازم توصل الماء إلى بشرتها، فللاحتياط نقول له انت كالمرأة لحد ما يثبت العكس، ده الخنثى. وبخلاف لحية امرأة وخنثى فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثف، ولو كثف، خدت بالك؟ ولا بد مع غسل الوجه، ده فرض في الآخر، ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة. شايف اللحية ايه؟ خلصت ايه؟ الذقن ايه؟ اما تيجي تغسل لازم توصل لحد اول ايه؟ حتة بسيطة كده من الرقبة وحتة من الرأس،
شايف اهي ايدي ازاي اهي، يبقى انا جيت كده صوابعي جت على حته من الراس وجت على حته من الرقبه، علشان يعني ايه، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، حريم الشيء له حكم ما هو حريم له، قواعد فقهيه وضعها الفقهاء، يقول لك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ولا يتم استيعاب الوجه تماما الا لما تاخد جزء من الراس معاه عشان تطمئن تمام، وكذلك جزء من الرقبه معاه، فده لا يتم الواجب الا به، يبقى واجب. وفي قاعده ثانيه، حريم الشيء لا حكم ما هو حريم له، يعني حريم الوجه اللي هو الجزء المحيط بالوجه، واخد بالك ازاي، وليس منه له حكم الوجه في غسله، لان ما فيش حد فاصل خط ربك خلقه لك كده قال لك ده وجه ورا الخط، ما فيش، ده دي ماشيه مع دي على طول، الوجه يخلص تبتدي الراس، الوجه يخلص من تحت تبتدي الرقبه، وتبتدي بايه، بلطف كده بالراحه بدون حد فاصل، خدت بالك ازاي؟ وطالما ما فيش حد فاصل يبقى في جزء من الرقبه حريم للوجه له حكم الوجه في وجه في وجوب غسل، وفي جزء من الراس له حكم الوجه في وجوب غسل، فهمت ازاي بقى؟ ده السبب ان هو بيقول لك كده. ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الراس والرقبه وما تحت الذقن، اهو وما تحت الذقن هي الحته دي. نشوف بقى شرح الشيخ البيجوري بيقول ايه. يقال فيما ياتي، يقال فيما ياتي من كل الاعضاء المغسوله بقى، لا يشترط فيها الغسل بل الانغسال مع النيه، خدت بالك؟ الاعضاء اللي هو اليدين، مسح الراس برضه نفس الحكايه، والقدمين. ولا بد من جري، عشان يبقى اسمه غسل لازم الميه تجري عليه. ولا بد من جري الماء، يعني جريان الماء ده هو اسمه الغسل في اللغه، فلازم الميه تجري على العضو، لان لو ما جريش الميه يبقى ممسوح، يبقى مسح، خدت بالك؟ مش غسل. واحنا لما نقول غسل الوجه وربنا بيقول فاغسلوا وجوهكم، وبيكلم عرب، قران عربي بيكلم عرب ويقول لك فاغسلوا وجوهكم، والعربي يفهم اغسل الوجه يعني جري الميه عليه، يبقى الواجب هو جريان الماء على العضو المطلوب غسله، خدت بالك؟ فلا يكفي مس الماء من غير ذلك، لأنه سموه وجه ليه؟ لأن لما بتيجي تواجه واحد تقع به المواجهة، تواجهه يعني تكلمه كده وجها لوجه، إلا في المسلسلات المصري بس بيكلموا بعض وهم مدين ظهرهم لبعض، ما أعرفش ليه يعني، يدوا قفاهم لبعض ويقعدوا يتكلموا بالربع ساعة يضيعوا وقت الناس، مش بتلاحظ الحكاية دي كتير أوي في المسلسلات؟ في الواقع عمرها ما بتحصل دي، عمرك بتكلم واحد تديله ظهرك مهما كنت مشغول، مش عارف بيمثله ازاي تعلمه، حتى التمثيل الحرام بيعملوه غلط، حتى الحرام بيعملوه غلط، طب يعملوه حتى صح، يقول لك احنا اصلنا واقعيين بنمثل الواقع ده، ولا الواقع ده ولا حتى بتمثل الواقع، فيصبح افاه افى الممثل وجه، لكن لا نقول يجب غسل افى الممثل حيث انه يواجه غيره بافاه، فلا يسمى برضه وجه حتى لو اتكلم بقفاه، ما لناش دعوه، برضه الوجه هو ما تتم به المواجهه، لان الغالب الاعم هو كده خلافا للمسلسلات. سمي بذلك لانه تقع به المواجهه وان تعدد. طب افرض بقى تعدد الوجه، بتسمع انت دلوقتي التوائم الملزوقين في بعض مش كده، ويعيشوا 30 سنه و40 سنه ويفضل عايش كده، طب هيتوضى ازاي ده؟ بقى ليه اكتر من وجه؟ مش كده برضه؟ قريتوها في الجرايد كتير، شفت العلماء اتكلموا على حاجه نادره الحدوث لكن اتكلموا عليه، واحد اتولد كده لقوا ليه وجهين، واخد بالك ازاي؟ تعدد الوجه، يبقى هيغسل النهون ولا يجب يغسل المتعدد كله؟ واخد بالك؟ هي دي مساله متولده من ايه؟ من واغسلوا وجوهكم. وإن تعدد وجب غسل الجميع، لو تعدد الوجه يبقى وجب غسل الجميع، وجهين يبقى الوجهين يتغسل، ثلاث أوجه، ثلاث أوجه يتغسل، تعدد، خدت بالك؟ طب افرض وجه زائد بقى مش متعدد، المتعدد يعني كله على شمت واحد، ده في عينتين ومناخير وبق، وده في عينتين ومناخير وبق، يبقى ده متعدد،
لكن لا، ده هو عنده وجه كده وحاجة تانية طالعة جنب وجهه كده، حتة لحمة بيضة كده ما فيهاش، ده زائد، ده حاجة زايدة كده، خدت بالك؟ زي ما تقدرش صعيب تتم بها المواجهة لأنها طالعة منه كده، لكنها ما فيهاش سمات الوجه فيسموه زائد، خدت بالك ازاي؟ يبقى الفرق بين الزائد والمتعدد ان المتعدد ما فيهاش سمات الوجه، المتعدد فيه سمات الوجه، هو الزائد لا سمات للوجه فيه. إلا زائدا يقينا ليس على سمت الأصل، مش على سمت الأصل، إما لا تتم به المواجهة أو ليس على خلقته، يعني ما فيهوش عين، ما فيهوش مناخير، ما فيهوش فتحة تقول عليها دي مناخير أو فم أو شيء من هذا. فلو كان له وجهان وجب غسلهما إن كانا أصليين، أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه، أو لم يشتبه، يعني في صور مختلفة، يعني لما يطلع له وجهين كده والوجه ده طالع فيه عين والتاني طالع فيه عين واحدة، والمناخير مفصولين خرم هنا وخرم هنا، وبق في حتة واحدة أو على حتتين برضه، يبقى وجب غسل الاثنين. طب افرض لقينا عين هنا وعين هنا وكله تمام هنا، بس يا دوب هي انفصلت عين بس، عين بس، واخد بالك؟ والباقي كل بقيه كل اعضاء الوجه موجوده في جهه واحده، واخد بالك؟ يبقى طالما في عضو اساسي من اعضاء الوجه وجب غسل. افرض اشتبهت الامر، العين جايه ويا دوب لمست حته لكن اغلبها في الجزء ده، ويا دوب لمست اخرها، فأنا مش قادر أقول آخرها ده في بداية الزائد ولا ده في نهاية الأصلي، اشتبه. يبقى الأمور كلها يعني مش شرط كل واحد زي أخوه، فهو عايز يحل لك المسألة، يبقى في ذهنك قاعدة تمشي نفسك عليه. فيقول لك إيه؟ أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه أو لم يشتبه لكنه سامت، بخلاف ما إذا لم يشتبه ولم يسامت. لم يشتبه ولم يسامت لا يجب غسله قولا واحدا، لم يشتبه ولم يسامت يبقى لا يجب غسله، خلاص. فهمت ازاي؟ قولا واحدا. نعم، لو كان أحدهما من جهة قبله والآخر من جهة دبره، يعني قفاه في وجه ووشه في وجه، اللي هما ملتصقين بظهرهم، مش كده برضه؟ ملتصقين بظهرهم، يبقى هيصلوا ازاي دول؟ ده لما يجي يستقبل القبله باحد الوجهين يستدبرها بالوجه التاني. ان كانوا منفصلين تماما وملتصقين في الوجه وليهم اقدام مختلفه ووجهين، هيصلي الفرد مرتين لانه كانوا شخصين، هيصلي الفرد مرة للجهة دي ومرة للجهة التانية، والتاني هيضطر قاعد مستني لما ايه، لما زميله يخلص هيعمل ايه؟ اسمته كده لزق فيه، خدت بالك ازاي؟ لكن لما يبقى الوجهين بس، لكن رقبة واحدة، رقبة واحدة وصدر واحد وبطن واحد ورجل واحدة، لكن ده وجه كده وجه كده، يبقى يكفي غصب ما تتم به المواجهة، والتاني ده مالناش دعوة بيه ولا نسأل عنه، خدت بالك ازاي؟ نعم، لو كان احدهما من جهة قبله او قبله والاخر من جهة دبره، يبقى قبله ودبره عشان تمشي كده، من جهة قبله والاخر من جهة دبره وجب غسل الاول اللي هو من جهة القبل، مش كده برضو؟ دون الثاني إن استويا، إن استويا حتى لو استووا في الإيه، في الحواس عملا، فإن كان في أحدهما الحواس دون الآخر، افرض في واحد فيهم الحواس والآخر لأ، واخد بالك ازاي؟ فالعامل هو الواجب غسله، العامل هو الواجب غسله. افرض اللي فيه الحواس اللي بيشوف بيشوف من ظهره، واللي من قدام ده ما بيشوفش بيه، اللي هو من جهة قبله، خدت بالك ازاي؟ ما بيشوفش بيه، لكن بيشوف بوجهه التاني اللي من ورا، حواسه هي اللي موجوده ورا، يبقى في الحاله دي هيعمل ايه؟ هيصلي يدي صدره للقبله وباصص لايه؟
لبره وحيد صدره للقبلة، لأن استقبال القبلة المطلوب بالصبر، لأنك لو التفت كده وأنت تصلي وصدرك مواجه للقبلة صلاتك صحيحة. فالعبرة بالصبر بالمواجهة، فهمت ازاي؟ مواجهة القبلة بالصبر. يبقى في الحالة دي هيغسل الوجه ده، يغسله لما يجي يتوضح يروح غسل كده، ولما يجي يصلي يبقى ايه، وجهه باصص لورا وصدره لقدام. ده الكلام ده لو كانت الحواس في الوجه اللي جهة دبره، ومفيش حواس في الوجه اللي جهة قبره، خدت بالك؟ لا، في احيانا بيبقى شخصين ملتصقين، شخصين باينين، قلبين وكبدين ومعدتين ورأسين ورقبتين، يبقى دول شخصين ويتورثوا ارث اتنين، فهمت ازاي؟ لكن احيانا يبقى يا دوب طالع له بس ايه، رقبه واحده وطالع راس كده، وجه كده وجه كده ورقبه واحده، يبقى واحد بس، خدت بالك؟ حتى مخين شغالين ما يجراش. ما تقدرش تفصله. فإن كان في أحدهما الحواس دون الآخر فالعامل هو الواجب غسله، فإن وجد فيهما الحواس وأحدهما أكثر عول على الأكثر. فهمت إزاي؟ الكلام ده ما يبقى واحد جهة قبلي والآخر جهة قبلي، ثلاث صور، إما الاثنين فيهم كل الحواس كاملة يبقى الواجب غسل اللي جهة القبل. طيب الحواس موجودة في اللي جهة الدبر واللي جهة القبل ما فيهوش حواس، يبقى الواجب غسله اللي جهة الدبر اللي فيه الحواس، واخد بالك؟ طب الحواس موجودة أكثر في وجه من الآخر، يبقى الواجب غسله هو اللي فيه الحواس الأكثر، واخد بالك؟ زي كل الصور دي بيقولها لك عشان ما تفلتش منك صورة، علشان تبقى قاعد كده أي حاجة غريبة تطلع يبقى الفقيه عنده إجابة، مش يجوا يحرجوه في الجورنال يقول لك الطفلين اللي ملزوقين في بعض في ايران يا فضيله المفتي، اما يجي يتوضى يعمل ايه؟ اهو الفقيه لو مش قاري كتاب زي ده هيتلخم، صح؟ يتلخم على طول. لكن اما يبقى قاري كتاب زي ده الاجابه حاضره، الاجابه ما فيش مشكله، يبقى هم جزاهم الله خير حلوا لنا مشاكل كثيره، واخد بالك ازاي؟ فإن وجد فيهما الحواس وأحدهما أكثر عول عليه، وينبغي أن يكتفي في صورة ما لو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه بغسلهما بماء واحد. لو كان أحدهما أصلي والآخر زائد لكن اشتبه مين الأصلي ومين الزائد، يبقى واجب غسلهم الاثنين بماء واحد وخلاص، بأن غسل أحد الوجهين بماء ثم غسل به الثاني، لأن المعتبر في نفس الأمر أحدهم. يعني في الحالة دي حتى لو خد المية من الوجه ده وكمل الوجه الثاني ما يبقاش اسمه ماء مستعمل لسه، لأنه ما زال نفس العضو مترددا على نفس العضو، فهمت ازاي؟ يبقى ما كأنه ما استعملش ماء مستعمل. لأن المعتبر في نفس الأمر أحدهما، ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك. يعني في احتمال يقول لك لا، طالما انفصلوا يبقى ده بمية وده بمية عشان ما تبقاش ماء مستعمل. يعني يحتمل ان نمشي عليها بحكم ان الماء صار مستعملا لانه انفصل ثم بعد ذلك لامس، ومحتمل نقول لا ده عضو واحد فما زال الماء مستمر. يعني الفقيه ممكن تختلف نظرته في حتة زي دي، ما يجراش حاجة، اختلف قول اللي تقوله بقى، يحتمل تفكيرك يقول كده ويحتمل تفكيرك يقول كده، والاحتمالين صح، فهمت؟ لوجوب غسل كل منهما ظاهرا، ولا يجب غسل الباطن من الوجه كداخل الفم، مش واجب غسل داخل الفم، ولا الانف من جوه ولا العين من جوه. يعني ممكن وانا مغمض كده اغسل الجفون، مع ان وانا ببص للناس بعيني وجفني مفتوح، ما بتتمش المواجهه بالايه؟ بالحته دي، صح؟ مش ممكن تخطر في بالك الحكايه دي تتم المواجهه انا مفتح، يبقى لازم الميه تيجي جوه عيني عشان انا مفتح. يقول لك لا، ما يجبش غسل داخل العين، يبقى يكفي الجفون، خد بالك ازاي؟ ولا يجب ادخال الماء داخل الانف،
لأنه ده باطن الفم، ولا داخل الفم لأنه ده باطن الوجه، لكن الواجب بالظاهر بس اللي تتم به المواجهة في الظاهر. افرض واحد اتقطعت مناخيره وأصبح اللي جوه ظاهر، وجب إيصال الماء ليه لأنه أصبح تتم به المواجهة. فهمت إزاي؟ واحد شفته دي اتقطعت، فبقى أول ما يقابلك يقابلك بإيه؟ باللثة بتاعته العليا دي، تشوفها على طول بسنانه عشان ما بقاش عنده شفة. فهمت إزاي؟ يبقى يجب غسل الماء على الحتة دي لأنها بقت وجه. فهمت بقى المسألة؟ ولا يجب غسل الباطن من الوجه كداخل الفم والأنف والعين، وإن وجب غسل ذلك في النجاسة بس، في النجاسة مش في الوضوء. يعني أنا عيني دخل فيها دم يبقى وجب إن أنا أغسلها من باب إزالة النجاسة. اللثة بتاعتي بتنزف دم يبقى واجب إن أنا أمضمض نفسي علشان إيه؟ يبقى مفيش في فمي نجاسة وأنا بصلي. مش من باب الوضوء، ده من باب إزالة النجاسة. يعني أنا لو استعملت السواك بعد ما توضيت ولقيت السواك فيه آثار دم، مش ليس واجبا علي إني أعيد الوضوء، بس يكفي إن أنا أتمضمض بس وخلاص لإزالة النجاسة. أنت إزاي بقى؟ وإن وجب غسل ذلك يعني الباطن، زي واحد برضه إيه مناخيره بترعف وفيها نزيف وفيها آثار دم، يقوم يستنشق، وجب الاستنشاق في الحالة دي مع إن الاستنشاق أصله سنة. وجب علشان ايه؟ مش لكونه من الوضوء، لا لكونه ازاله للنجاسه. فهمت ازاي؟ وان وجب غسل ذلك في النجاسه لغلظ امرها. نعم، لو قطع انفه او شفته وجب غسل ما باشرته السكين فقط. ما باشرته السكين يعني اتكشطت فمه كده، فبقى عندك حته مقشوطه مكان الشفه. خدت بالك؟ يبقى ده اللي واجب غسل، خلاف للثة اللي انا قلت لك عليها من شويه، حتى لو ظهر باطنها يبقى ما يغسلهاش خلاص. واخد بالك ازاي؟ يبقى دي كانت حنشصه مننا. نعم، لو قطع انفه او شفته وجب غسل ما باشرته السكين فقط. في وجه عند الشافعيه زي ما قلت لك، بس يبدو مش هو ده اللي جايبه الشيخ ابراهيم البيجوري، موجود في المجموع بالتوسع. لكن الشيخ ابراهيم البيجوري بيحكي لك الوجه اللي عليه الفتوى. بيحكي لك تملي الوجه اللي عليه الفتوى، لان في كتب اوسع من كده في الفقه الشافعي. وكذا لو كشط وجهه، افرض انا اتوضيت وايه وجاء اتجلطت حته من وجهي، ما يضرش طالما بعد الوضوء. طيب انا قبل ما اتوضى مجلوطه حته من وجهي قبل الوضوء. وكذا لو كشط وجهه فيجب غسل ما ظهر بالكشط، لأنه صار في حكم الظاهر، صار في حكم الظاهر. واضح؟ وحده أي محدده من التحديد، وهو ذكر الحد، وقوله طولا منصوب على التمييز المحول عن المضاف والأصل، وحد طوله أصلا كده، وحد طوله، فطوله دي مضاف، فقال لك وحده طولا، فبقت ايه؟ بقت تمييز منصوب على التمييز، حلت محل المضاف اليه اللي هو كان اصله بيقول حد طوله. فهمت ازاي؟ مقلوب عن المضاف. وكذا يقال في قوله وحده عرضا، اصلها حد عرضه، فراح خد الهاء منها من عرضه حطها في حد فبقت حده، وراح نصب عرضا على التمييز. فهمت ازاي؟ ما بين منابت شعر الرأس، أي الذي بين المنابت، وهي جمع منبت، منبت بفتح الباء كمقعد أو بكسرها كمجلس، تنفع منبت ومنبت، والأفصح الأول منبت بالفتح كما في القاموس. وقوله غالبا أي في الغالب، وإنما قال ذلك ليدخل في الوجه محل الغمم. ايه هو الغمم ده؟ وهو الشعر النابت على الجبهة. في بعض العيال لما تتولد كده صغيرين لسه نازلين من بطن امهم تلاقي عندهم شعر في جبهتهم، ولما بيكبر بيروح. في بعض الناس مهما كبر يفضل فيه، يسموه غمم برضه. يبقى ده بقى من الوجه برضه. وهو الشعر النابت على الجبهة، مأخوذ من غم الشيء، من غم الشيء إذا ستره، ويقال رجل أغم
وامرأة غماء، والعرب تذم به وتمدح بالنزع. العرب بتذم به، اللي يلاقوا عنده شعر غمم كده لسه فيه بعد ما كبر يعيبوا فيه، كأنه عيب في الخلقة يعني، وتمدح بالنزع ان يبقى منزوع، لأن الغمم يدل على الجبن والشح عندهم. كل حاجة في الظاهر كده تدل على صفة في الباطن، العربي كده بحيث اما يشوفه ياخد انطباع عنه كده. فأول مثلا ما يشوف واحد صوابعه قصيرة وإيده قصيرة وهو قصير ياخد احتمال كده إنه بخيل، بس ممكن يبقى واحد بالصورة دي يبقى كريم، بس الغالب إن اللي بالصورة دي بخيل. أول حاجة تنطبع عنه إنه بخيل، تيجي تتعامل معاه يمكن تلاقيه كريم يمكن، لكن ده انطباع الأول، خدت بالك؟ كذلك أول ما يشوف واحد عنده غمم وشعر كده فيه غمم كتير يقوم يحس بإنه هو بخيل جبان، يجيله هذا الانطباع، خدت بالك؟ لأن الغمم يدل على الجبن والشح والبلادة، يعني الغباوة كمان. والنزع بضد ذلك، يعني الحتة ما تبقى شعره قليل، حتى لدرجة لما يلاقوا واحد يعني أصلع يقول له ده شعره وقع من كتر التفكير، يعني من كتر ذكائه يعني، فيعتبر إن الشعر لما يقع ده ذكاء يعني، واخد بالك إزاي؟ من كتر ما فكر شعره وقع ما استحملش. والنزع بضد ذلك. أصل أنت تلاقي الدابة دي ما بتفهمش، مش كده؟ تلاقي كلها شعر كده. أما تلاقي دابة كلها شعر كده تقول إيه الغباوة دي؟ فهمت إزاي؟ إنما تلاقيها رايقة كده ما فيهاش شعر، إيه الحلاوة دي؟ ما هوش العربي أصله كده على الفطرة، فهمت إزاي؟ الكلام ليس بالقطع. لا مش بالقطع، ما فيش حاجة بالقطع، إحنا بنقول الغالب الأعم. والانطباع قد يختلف مع المعاملة في الانطباع. ده الانطباع الاول، تيجي تعامله ممكن تلاقي واحد ايديه واسعه قد كده وحاجه جميله ونزع، وتلاقيه غبي قبله وبخيل جلد، فاهم؟ في حين ان خلقته لما تشوفها تقول ده كريم وشجاع وبيفهم كل حاجه، وممكن العكس بقى. لكن احنا بنتكلم الانطباع الاول، فهمت ازاي؟ بناء على الغالب الاعم، ان الناس لما تعاملوا مع الناس اللي كده كتير لقوا ان الغالب بيبقى كده، الغالب، لكن مفيش 100%. وليخرج عنه محل الصلع، محل الصلع وهو انحسار الشعر عن الناصية، عن الناصية اللي هو ده اللي هو النزعان دي، دي الحتة. مش في ناس تلاقي عنده شعره كده وتلاقي الحتة دي داخلة، ها؟ دي مش من الوجه بالرغم ان فيهاش شعر، خدت بالك؟ مش من الوجه. ما بين منابت شعر الرأس وآخر اللحيين، اللحيين بفتح اللام في الأشهر، عكس اللحية فإنها بكسر اللام، فتقول اللحية وهنا تقول اللحيين، خدت بالك؟ في الأفصح، في الأفصح يعني معناها تقول ممكن تقول اللحيين بالكسر برضه، لكن الأفصح اللحيين، ممكن تقول اللحية ولكن الأفصح تقول اللحية. وهو على حذف مضاف، أي وتحت آخر اللحيين، ليدخل في الوجه آخر اللحيين، وظاهر عبارة يخرجه وليس مرادا. ده جايب شعر يعني ايه علشان نعلق عليها. وهما أي اللحيان وقوله العظمان فهما كقوس معوج أو معوج، عليهما الأسنان السفلى، وأما الأسنان العليا فهي في الرأس، وكل إنسان له فكان، فك أعلى وفك أسفل، يجتمع مقدمهما من تمام تعريف اللحيين. وقوله في الذقن، في الذقن بفتح القاف والسكون الاثنين صح، الذقن والذقن بالذال المعجمة وفتح القاف، ويجوز تسكينها، ويجوز تسكينها، ولا يلزم من وجود الذقن وجود اللحية، ما يلزمش من وجود الذقن اللي هي، لأن الذقن هو العظم نفسه،
اللحية الشعر. فممكن واحد يبقى عنده الفك لكن معلوش شعر ما يضرش، يسموه أجرد، والمصريين يقولوا عليه أجرودي، وفي اللغة بتاعتنا يسموه أجرد اللغة الفصحى. الأمرد اللي لسه ما نبتتش لحيته ده الأمرد. ومؤخره بخلاف العكس اللي هو من وجود الذقن وجود اللحية، لكن يلزم من وجود اللحية وجود الذقن. تملك طالما في لحية موجودة يبقى في دقن، لكن مش شرط في دقن يبقى في لحية، لأن الذقن هو العظمان، العظمان التقاء العظم نفسه، خدت بالك؟ وقوله ومؤخرهما في الأذن أي جنس الأذن الشامل للأذنين، وفي نسخة في الأذنين وهي أحسن، والظرفية فيهما مجازية. ولو عكس الشارح عبارته بأن قال يجتمع مؤخرهما في الذقن ومقدمهما في الأذن لكان أولى. هو عايز يقول لك إن مؤخرهما في الذقن لكن مقدمهما في الأذن، على أساس إن الإنسان لما يبقى واقف كده، واخد بالك إزاي، يبتدي الحاجة الأولانية بتبتدي الأول عند إيه؟ عند العمود الفقري، عند جسم الإنسان اللي محاذية بجسم الإنسان، والباقي يبقى مؤخر. واخد بالك؟ ده رأي الشيخ إبراهيم البيجوري. لكن أنا رأي بعض العلماء التانيين، لا، العبرة بالمواجهة. فيبقى الشارح مشي على الرأي الأول، والشيخ إبراهيم البيجوري لا، عايز يمشي على الرأي التاني. لكان أولى نظرا لقامة الإنسان، لأن وضع الإنسان على الانتصاب فأوله من جهة الأعلى، أول الإنسان من جهة الأعلى وآخره من جهة الأسفل، فالأعلى هو أوله وبعد كده الذقن تحت، يبقى أوله عند الأذنين وآخره عند الذقن عشان جاي من فوق لتحت. ده رأي إيه؟ الشيخ البيجوري، رأي وجيه برضه. وعبارة الشارح تفيد خلاف ذلك، والأمر في ذلك سهل ومش مشكلة يعني. وحده عرضا أي وحد عرضه كما تقدم التنبيه عليه ما بين الأذنين، الأذنين بسكون الذال وضمها الاثنين لغتان، وقرئ القرآن به، ويقولون هو أذن ويقولون هو أذن بقراءة نافع أذن، قل أذن خير، قل أذن خير يؤمن لكم ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، قل أذن قل أذن، قراءتان فتنفع الاثنين. ما بين الأذنين بضم الذال المعجمة أفصح من سكونها، كلمة أفصح من سكونها في اللغة، لكن القرآن قرئ بالاثنين، وطالما قرئ بالاثنين ما يليقش نقول أفصح، خد بالك ما يليقش نقول أفصح. يبقى الشيخ لما كتب الكلمة دي غابت عنه قراءة نافع فراح كاتب كده، خدت بالك؟ بس لكن لو ظهر في ذهنه انها قرئ بها ما كانش هيقول افصح، غابت عنه بس، لان الافصح هو ما قرئ به القران، اي الذي بين الاذنين، ومنه البياض الملاصق للاذن الذي بينها وبين العذار. خد بالك ودنك اهي تلاقي فيه حته بيضه ما فيهاش شعر، بعدها تلاقي ايه؟ عظمه. الشعر اللي على العظمه ده اسمه العذار، زيجومه ان انجلش اسمها الزيجومه، واخد بالك ازاي؟ يبقى الشعر اللي شوف الاذن اهي تلاقي حته بيضه داخله في الوجه، الحته البيضه دي ها اللي قدام شحمه الاذن، الحته البيضه اللي هي قدام شحمه الاذن، وبعدها يبان الشعر بتاع السوالف، المصريين يقولوا عليها ايه؟ سوالف، مش كده برضه؟ كانوا زمان الفنانين كده اللي بيطلعوا في التلفزيون يعمل لك السوالف بتاعته جايه عريضه كده وبتاع، واخد بالك ازاي؟ اللي هم بيغنوا المغنواتيه، قعدوا فتره كده وبعدين بطلوا. فالحته البيضه دي لما تمشي معاها قدام شحمه قدام الايه؟ الحته اللي بارزه كده من الاذن، تلاقي حته عظمه اهي، شايفها؟ العظمه دي بقى اهي اهي اهي، مش هي دي اهي، لا لا دي مش عظمه، القرش ده، القرش ده، خدت بالك؟ ده اسمه الشعر اللي عليه بقى اسمه العذار، شعر العذار، يبقى الحته دي العذار.
اللي فوق الصدغ واللي تحتيه العارض. الشعر اللي فوق العذار ده اسمه الصدغ، يقول لك صدغك، خدت بالك؟ واللي تحتيه اسمه العارض، لان اول ما يعرض منك لما حد يشوفك من جنب، خدت بالك؟ يخلص العارض عند زاويه الفك تبتدي اللحيه، التقاء اللحيين في الذقن، فهمت ازاي؟ والشعر اللي فوق الشفه العليا يسموه الشارب، لانه بيشرب معاك، يسموه الشارب. وبعدين الشعر اللي نازل عند حواف الشارب اسمه ايه؟ السبال، خدت بالك؟ دول. والشعر اللي على الشفه السفلى اسمه العنفقه، العنفقه. والشعرين اللي زايدين دول جنب العنفقه تلاقي حتتين اسمهم المنفكتين، المنفكتين، خدت بالك؟ سهله الشعور دي، سهله خالص، انت تعرفها. 17 شعر في الوجه هتعرفهم دلوقتي، هنقراهم كده. شوف اقرا معايا كده وانت تفهم. بيقول ايه؟ ما بين الاذنين، الاذنين بضم الذال المعجمه افصح من سكونها، اي الذي بين الاذنين، ومنه البياض الملاصق للاذن الذي بينها وبين العذار. العذار اللي هو زي ما قلت لك الشعر اللي على العظم الناتئ ده. ولو تقدمت اذناه عن محله، اتولد كده ودانه طالعه في خده لازقه، يبقى وجب غسل الاذن، بقت من الوجه، خدت بالك؟ لزقت في خده، معلش مشكله، لحد ما نعمل له عمليه ونبقى نصلحها، او مش هنعمل له عمليه مش مشكله، بس يتوضى ازاي؟ خدت بالك ازاي؟ ولو تقدمت اذناه عن محلهما او تاخرت عنه فالعبره بمحلهما المعتاد. ودانه لزقوا في دماغه، مش مشكله، مش مهم اروح غاسل لحدهم، لانه بقى ورا شويه. لا، ودانه جم قدام شويه بقى في خده، ما يضرش، ارجع لمكانهم الاصل، اغسل لحد مكانهم الاصل، خدت بالك؟ فالعبره بمحلهما المعتاد، فيجب غسلهما في الاول اللي هو لما تتقدم، دون الثاني اللي هي لما تتاخر تبقى في دماغه، لانهم اناطوا الحكم بما تقع به المواجهه. اللي يقع به المواجهه هو الوجه، فالحكم منوط به، متعلق به يعني. بخلاف المرفقين والكعبين والحشفه. المرفقين والكعبين والحشفه اناطوا الحكم بيهم. هنا ما انوطش الحكم بالاذن عشان امشي وراهم، خدت بالك؟ اناطوا الحكم بالايه؟ بالمرفقين والكعبين والحشفه. الحشفه اللي هي راس الذكر. ما يبقاش زاني الا لما يدخل راس الذكر في فرج امراه. ما دخلش راس الذكر في فرج امراه ما اسموش زاني. ارزعوا على الاعمل فيه اي حاجه، لكن ما تقيمش عليه حد الزنا. فهمت ازاي؟ ما اسموش زاني لسه. وكذلك ما ادخلش الراس ده الذكر في فرج امراه لا يجب عليه الغسل. يبقى الحكم كله متعلق بالحشفه. فهمت ازاي؟ انها اختفت في الفرج وجب الغسل. واخد بالك؟ وتم الزنا كقضيه. فهمت ازاي؟ يبقى الحكم منوط بالحشفه حتى لو ملوش جسم للذكر. يعني الذكر بقى له حشفه لازقه في بطنه. خلاص برضو يبقى تم بها الحكم لانها منوطه بيها. فهمت ازاي؟ طيب المرفقين نفس الحكايه. هيجيب لك برضو الامثله. بخلاف المرفقين والكعبين والحشفه فانهم اناطوا الحكم بهما ولو خرجت عن حد الاعتدال، حتى لو لاصق المرفق المنكب. افرض واحد كوعه لزق في كتفه، يعني اتولد ما عندوش عضد، نادر بنشوفها، انا شفتها مره واحده، واد مولود في ابو ريش كده، واخد بالك ازاي؟ تلاقي الحته دي بدراعه لازق في كتفه، ملوش عضد، يعني ما طلعش ليه حته العضد ده، مخلوق كده، يبقى يجب غسله لحد قبطه، هيغسل من دراعه لحد القبط بتاعه، لان مرفقه خلص عند قبطه، صار مرفقه في قبطه، لان الحكم منوط بالمرفق. فهمت ازاي؟
بخلاف حتى لو لاصق المرفق المنكب او المنكب والكعب الركبة. افرد واحد طلعت رجليه لزقت مكان ركبته، ما فيش ساق، القدمين اتخلقوا لازقين في الركبة ما شفناهاش، لكن افرد حصلت، يبقى ساعتها يغسل الكعبين برضه. فتقول ان الحكم منوط بيهم، فهمت ازاي؟ ربنا قال لك الى المرفقين الى الكعبين، لكن في الوجه ما قالش الى الاذنين، والوجه ما تتم به المواجهه، فما جابش بيها سيره الاذنين في الحكم في الايه، فما لم يناط الحكم بها، ولكن ده بس مجرد تعريف للحد، بس تعريف للحد على الغالب الاعم. فلو لصقت اذنه في وجهه وجب غسلها، ولو تاخرت الى راسه لا يجب غسلها، خلاص فهمت ازاي؟ بخلاف المرفقين والكعبين والحشفه، فإنهم أناطوا الحكم بها ولو خرجت عن حد الاعتدال، حتى لو لاصق المرفق المنكب والكعب الركبة فهو المعتبر، كما في الحشفة في الوجوب الغسل وفي حد الزنا، فهمت ازاي؟ خلافا لمن اعتبر محلها المعتاد من غالب الناس، خلاص؟ وإذا كان على الوجه شعر، بيقول لك هنا حاصل شعور الوجه 17، هو في الحقيقة 19 من 17، هيقولهم لك حاصل شعور الوجه 17، وهي الشعران النابتان على الخد، شعر الخد دول في ناس تشيلهم زي حالات، أنا بحب أشيلهم، واخد بالك؟ لانه مش من اللحيه اصلا، يجي لك العيال المحنشصه يقول لك ليه مش عارف بتشيله، محنشصين انا من جهل، واخد بالك؟ فايه ده شعر الخد اسمه، شعر الخد، عايز تسيبه سيبه، عايز تشيله شيله، انت حر، مش مناط بحكم، فهمت ازاي؟ مفيهاش مشكله. وهي الشعران النابتان على الخدين، يبقى دول اتنين، هنعد 17، دول اتنين، خد وخد، شعر خد هنا وشعر يبقى اتنين. والسبالان اللي هو تسمية سبال بكسر السين بمعنى مسبول، ككتاب بمعنى مكتوب، من سبله إذا أرخاه، السبالان اللي هي الشعر اللي نازل من الشارب على اللحية كده، كان سيدنا عمر يمسك سبليه لما يقعد يفكر، كان عادته كده لما يقعد يفكر سيدنا عمر يقعد يبرم في سبليه كده، واخد بالك ازاي؟ يبقى دليل ان كانوا بيسيبوهم مش بيحلقوا جانبهم، تفهم من انهم كانوا بيسيبوهم، خدت بالك؟ يبقى دي اربعه، والسبالان وهما طرف الشارب، والعارضان يبقى بقوا سته، تثنيه عارض سمي بذلك لتعرضه لزوال المردانيه وهما المنخفضان، زوال المردانيه يبقى الامرد اللي ما نبتتش له لحيه، لما تزول المردانيه يبان له على عارضه شعر، يبتدي ينبت يقول له يا واد ايه ده؟ ابتدى يطلع لك شعر اهو مبروك، خدت بالك؟ يبقى زالت منه المردانيه، يعني ابتدى هيبقى راجل بقى، علامات الرجول اللي هو العارض اللي هو ايه؟ اسفل العذاره اهو، العارضان. تثنيه عارض سمي بذلك لتعرضه لزوال المردانيه وهما المنخفضان عن الاذنين الى الذقن. وبعدين العذاران ادي 8، والعذاران وهما الشعران النابتان بين الصدغ والعارض، على العظمه دي بين الصدغ فوقيه والعارض تحتيه، خدت بالك؟ المحاذيان للاذنين، والحاجبان بين 10 اهو، والحاجبان وهما الشعران النابتان على اعلى العينين، سمي بذلك لأنهما يحجبان عن العينين شعاع الشمس والعرق والأتربة وكل، سموهم حاجب عشان كده، يقول لك على العين حاجب ولا حارس؟ حارس، هي حارس وحاجب برضه، ربنا يحفظها كده، تلاقي واحد يتخبط في وشه تيجي في العظمة دي، تيجي مش عارف، يا يقول لك ملي وكانت عينه حاطين، رحمة من الله. والأهداب
الاهداب دول اربعه، الاهداب اللي هي الاشفار اللي هي الرموش، عندك رموش في الجفن العلوي ورموش في الجفن السفلي، يبقى اتنين واتنين اربعه، اربعه اهداب، يبقى اربعه وعشره كده خلصنا 14. والاهداب الاربعه وهي الشعور النابته على جفون العينين واللحيه، يبقى بينها 15 كده، اللحيه بكسر اللام افصح من فتحها كما مر، وهي الشعر النابت على الذقن اللي هي الحته دي من اول الزاويه دي ما تحود شايف لحد ده كله، ده اسمه لحيه، خدت بالك؟ السكسوكه جزء منه، يبقى ايه لو مدها شويه كده وحلق الباقي يبقى عمل اللحيه الواجبه شرعا، ولكن خالف الاولى، خالف السنه، السنه يسيب كله، فهمت ازاي؟ لكن ما عملش المحرم، فهمت ازاي؟ لكن بس خالف السنه، زي واحد ترك سنه الظهر، ترك سنه العصر، ما بتقولوش يا مبتدع يعني، اشمعنى فدي بقى بتحنششها؟ ما دي زي سنه، فهمت ازاي؟ في ناس تحب اصلا تحنشش. والعنفقة 16 وهي الشعر النابت على الشفة السفلى، العنفقة، العنفقة، والشارب 17، يبقى كده خلصنا 17. الشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا، سمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الإنسان فكأنه يشرب معه، فسمي شارب اسم فاعل كده. وزاد في الإحياء الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، زاد المنفكتين، المنفكتين وهما الشعران النابتان على الشفة السفلى حوالي العنفقة، يبقى الحتتين دول خدت بالك، دول المنفكتين، ويسن، يبقى كده 19 بقى بزيادة الإحياء يبقى 19. ويسن تنظيفها لما قيل من ده المنفكتين، يعني يسن تنظيفها لما قيل من أن الملكين يجلسان عليهما، لأن في ملائكة محوطاك، خد بالك أنت مش لعبة يعني في الأكوان، ده أنت ربنا حفظك حفظ ما فيش بعد كده، ففي ملائكة بتأيد أفعالك، وملائكة بتحفظك من شياطين الجن، وملائكة بتحفظك إنك أنت تتزحلق وتقع وتتعور، وإنك أنت مش، ففي ملائكة شغالة له معقبات من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله، من أمر الله، من بمعنى الباء، يحفظونه بأمر الله، الآية جت من أمر الله، وجاءت من المن بدل الباء، واخد بالك ازاي؟ لأن الأمر صدر من الله، فيسموه تضمين، لما يغير الحرف يغيره لتضمين معنى جديد زائد، فهمت ازاي؟ فتصير الشعور بهما 19 اللي هو من المفكتين، ويجب غسل جميعها ظاهرها وباطنها إلا الكثيف الخارج عن حد الوجه، الكثيف الخارج عن حد الوجه هو ده بقى ايه؟ فيجب غسل ظاهره دون باطنه، يعني واحد لحيته بقت طويله كده خرجت عن حد الوجه، يبقى يكفي غسل ظاهرها بس اللي خارج عن حد الوجه دون باطنها اللي هو من جوه، لان خارج عن حد الوجه، واللي داخل حد الوجه يجب غسل ظاهره وباطنه ان كان ايه؟ ان كان غير كثيف، يعني وان كان كثيف اللي هو بيرى لون البشره يبقى يجب غسل ظاهرها وباطنها، يعني البشره تحتها، خدت بالك؟ فيجب غسل ظاهره دون باطنه سواء كان من رجل او امراه، والا لحيه الرجل وعارضيه الكثيفه، لحيه الرجل وعارضيه يعني شعر الخد لازم ادخل الميه جواه، عشان كده بيني وبينك انا بشيله عشان اخرج من وسوسه الشفايه، واخد بالك ازاي؟ لان هنا لازم تدخل الميه فيها، وانا عندي كثيف قوي بنفس كثافة اللحية، فأنا بشيله إيه خروجا من الوسوسة، لكن العارض حتى لو كثيف ما يضرش بقى، مش مهم تدخل المية أسفله، لأنه واخد حكم اللحية لأنه امتداد طبيعي للحية، امتداد طبيعي ليها فواخد نفس حكمها، فمش مشكلة.
وبشيله لسبب اخر مش هقول لكم عليه النهارده. سببين، سبب في بطن الشاعر وسبب في ظاهر الشاعر. ممكن يجي وقت اقول لكم يعني، مش سر يعني، ممكن بس مش هقوله النهارده. فيجب غسل ظاهرها دون باطنها، وان لم تخرج عن حد الوجه بخلاف لحية المرأة والخنثى وعارضيهما، فيجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثف ما لم تخرج عن حد الوجه، وإلا وجب غسل الظاهر دون الباطن كما علمت لو خرجت عن حد الوجه حتى في المرأة والخنثى. وإحنا أوجبنا في المرأة حتى لو كشفت، ليه؟ لأن المستحب في حقها أصلا حلاقتها لو نبتت، فهم؟ والرجل المستحب في حقه أو الواجب على خلاف في المذهب عندنا إنه يتركها، فلما أمره الشارع بتركها خفف الحكم، ولما أمر الشارع المرأة بحلاقتها غلظ الحكم عند إيه؟ مخالفة الشارع. فهمت إزاي؟ والرخص لا تناط إيه؟ بالمعاصي، وإن كان إحنا قلنا إن يستحب يعني مش معصية، يستحب. افرض جوزها عاجبها كده، قال لها يا ده انت بقيتي حلوه قوي لما طلع لك ده، وبقى مبسوط منها، خلاص هو حر، هي حر، هي حره هو وهي، احنا مالناش دعوه. لكن يستحب انها تشيله، ليه؟ لان ده نادر. بس هي بقى الست دي بالذات حلوت لما طلع لها ده، ما خلاص ما يجراش حاجه. ما بيجوا في الافلام يروحوا حاطين دقن كده وتعمل راجل، حرام. لعن المتشبهين، لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء والنساء بالرجال. يجي راجل يلبس لك ست ويعمل لك يحط لك بالونه هنا، يعمل يعني صدر ويلبس مش عارف ايه وبودره واحمر واخضر ويمشي يتقصع ويعمل ست، والثانيه تسترجل كده وتعمل راجل وتمثل ولابسه بدله ولابسه مش عارف ولا جلابيه ومعلم، كل ده حرام فوق حرمه التمثيل نفسه. يعني هو حرام في الامور المعتاده، فما بالك حرام فوق حرام، ظلمات بعضها فوق بعض، واخد بالك؟ ربنا ينجي. في انهي حته بس؟ في انهي سطر؟ ها؟ من الاول تقصد؟ صفحه ها؟ اقرا لي جمله على بعضها. يجب غسل جميعها يعني جميع شعور الوجه اللي قالها لك ال 19. يجب غسل جميعهم، لكن يستثنى اللحيه الكثيفه في الرجل، انك انت يكفي ظاهرها دون باطنها. الباقي كله يبقى ظاهره وباطنه ما عدا اللحيه بس، ودخل في اللحيه العارضين، خرج منهم السبالين، خرج منهم الشارب، لازم تغسل ظاهره وباطنه، واخد بالك؟ خرج منهم المنفكتين والعنفقه، يجب تغسل ظاهرها وباطنها. خرج منهم شعر الخد، خرج منهم شعر العذار لانه من شعور الوجه، خرج منهم الحاجب والاشفار اللي هي الاهداب، كل دول يجب غسل ظاهرها وباطنها في الرجل والانثى سواء. فهم؟ العذار داخل معانا، يجب غسله برضه ظاهره وباطنه، لانه نادرا ما يبقى كثيف، وانت لو لقيته كثف قصره وانت بتحلق، خلي الحلاق يقصره، ما تخلوش بنفس سمك اللحيه العظمه دي اللي على العظمه ده، علشان تبقى عبادتك صحيحه. لا العذار لا، لا العذار لا، لا العذار واخد حكم بقيه شعور الوجه مش مستثنى. اللي هو العارض، العارض والذكر، خدت بالك؟ اي اتفضل يا سيدي، ده كويس احنا قربنا نخلص، احنا هنخلص النهارده غسل الوجه بس. يا رب. خلص قربنا نخلص غسل الوجه. شفت بقى غسل الوجه فيه تفريعات كتيرة ازاي؟ بس لا حلوة. بتتعلم حاجة جميلة. قوله خفيف ما يرى المخاطب البشرة من خلاله، وقوله أو كثيف هو ما لا يرى المخاطب البشرة من خلاله، وجب إيصال الماء إليه، وجب إيصال
الماء إليه. يعني لو كان خفيف يبقى وجب إيصال الماء إليه، أي إلى باطنه، ما لم يكن الكثيف خارجا عن حد الوجه، وإلا وجب غسل ظاهره دون باطنه ولو من امرأة وخنثى كما علمت. والمراد بكونه خارجا أن يلتوي بنفسه إلى غير جهة نزوله، إلى غير جهة نزوله، كأن تلتوي اللحية وتطلع تاني. عارف أما واحد لحيته تطول تطول تروح ملوية وطلع تاني، طلع تاني لفوق، كأن تلتوي اللحية إلى الشفة أو إلى الحلق، للعكس يعني ناحية رقبته، يا تتلوي لقدام كده يا تتلوي لورا، أو يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس طلع لفوق، خلافا لما قاله القليوبي، فقول المحشي من جهة استرساله صوابه من غير جهة استرساله، إلا أن تجعل من بمعنى عن. يعني يجب غسل الشعر المحاذي لي ظاهره طالما ما تغيرش عن جهة استرساله، فلو تغير عن جهة حد استرساله إلى جهة أخرى يبقى لا يجب. فهمت إزاي؟ أدي المسألة. إلا أن يجعل من بمعنى عن، فيصير المعنى أن يلتوي بنفسه عن جهة استرساله إلى غيرها مع البشرة التي تحته، أي تحت الشعر، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. وأما لحية الرجل مقابل لمحذوف تقديره هذا في غير لحية الرجل الكثيفة، والمراد بلحية الرجل ما يشمل عارضيه، يعني دخل العارضين في حكم اللحية الباقي. وكان الأولى أن يصرح بهما، والمراد بالرجل ما قابل المرأة والخنثى، ده المراد بالرجل ما قابل المرأة والخنثى، فيشمل الصبي إذا اتفق له ذلك، ولا يقال لحية الصبي نادرة كلحية المرأة لأنه يندب في حقها إزالتها، ولا كذلك للصبي. افرض صبي وطلعت له لحية في غير أواني اللحية وطلعت كثيفة، يبقى له حكم إيه؟ لحية الرجل، لأنه لا يندب له حلاقتها. أما المرأة بخلاف ما تقص الصبي لحية الصبي على لحية المرأة، لأن المرأة يندب لها إزالتي على كل حال، والصبي لا يندب له إزالتي. الكثيفة بالمثلثة من الكثافة وهي الثخن والغلظ، فمعنى الكثيفة الثخينة الغليظة بحسب اللغة، وفسرها الفقهاء بما لا يرى المخاطب بشرتها من خلالها في مجلس التخاطب عرفا، يعني بالعرف العادي. وكانت لحيته صلى الله عليه وآله وسلم عظيمة ولا يقال كثيفة، يعني في النبي بقى ما تقولش لحيته كثيفة، لأن كلمة كثيفة فيها بشاعة، أما توصف النبي ابعد عن الألفاظ البشعة تأدبا مع حضرته، مش يجي يتكلموا على النبي الوقت بدون أي تأدب ولا يختار الألفاظ اللي تليق، بيتكلم عن النبي كأنه بيتكلم على شخص إنسان عادي، ما يلقش ده. أو لحية النبي كان لا يرى البشرة أسفل منه، فيقولك ما تقولش بقى في لحية النبي كثيف، لا قول عظيمة، لأن عظيمة تؤدي نفس المعنى مع التعظيم، لكن كثيفة فيها نوع من البشاعة فما يلقش. اوصف لحية اي واحد غير النبي تقول كثيفة، الا النبي تقول عظيمة. شوف شوف الحساسية في الاختيار الالفاظ، بيعلمك ازاي التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت لحيته صلى الله عليه وآله وسلم عظيمة ولا يقال كثيفة لما فيه من البشاعة، وكان عدد شعرها، عدد شعرات لحية النبي، قالوا الكلام ده كله طبعا مش قوي، لكن هم قالوا كده ان عدد شعرها، لان حاولوا يعدوه في ايه، بعض الناس حاولت تعده، اصل ممكن تعده ازاي؟ انك انت تعد جزء منها وتحسب المسافة وتضرب، مش كده برضو؟ يعني مش شرط انك انت تعدها شعر شعر، انت ممكن تعد في سنتي مربع، الشعرات في سنتي مربع، وبعدين تربع مساحة اللحية وتروح ضربها تعرف كم شعر، سهلة ولا لا؟ لو مش مصدق روح عد. وكان عدد شعرها 124,000 بعدد الأنبياء كما في رواية. قوله
بأن لم يرى إلى آخره، تصوير لكونها كثيفة. وقوله المخاطب والمخاطب بفتح الطاء وكسرها، أي من يخاطبه صاحبها أو من يخاطب صاحبها. من يخاطب صاحبها يبقى المخاطب، ومن يخاطبه صاحبها يبقى المخاطب. سواء المخاطب اللي انت بتخاطبه يعني لا يرى باطنها منك، او اللي يخاطبك هو نفسه لا يرى باطنها منك، فتنفع مخاطب ومخاطب، تنفع الاثنين، لان التخاطب من الجانبين. وقول بشرتها اي البشرة التي تحتها، فالاضافة لادنى ملابسة. وقول من خلالها اي اثنائها، فيكفي غسل ظاهرها اي دون باطنها. والمراد بظاهرها الطبقة العليا السطحية، وبباطنها الطبقة السفلى، وما بينهما وبين العليا. خد بالك ان اللحية اهي، ادي ظاهرها، اللي وراها باطنها، واللي بينهم الحودة دي لها نفس الحكم. فهمت ازاي؟ على ما تحول بقى تخش الباطن. ادي معنى ظاهرها وباطنها. في السنة بقى تخليل اللحية، من سنن غسل الوجه ايه؟ تخليل اللحية. احنا بنتكلم في الفروض، لسه تقول امال فين التخليل؟ احنا بنتكلم في الفروض. هيجي لك بقى تخليل اللحية في السنة، خدت بالك ازاي؟ احنا حاليا بيكلمك على ايه؟ على الفروض. وان كان في السنن يسن انك انت تخللها بقى، حتى لو كثيفة تخللها كده عشان الماء يستوعبها، واخد بالك ازاي؟ زي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبباطنها الطبقة السفلى وما بينها وبين العليا، هكذا نقل عن تقرير الرملي. وخولف فقيل الظاهر الطبقتان والباطن ما بينهما، والمعتمد الأول، واعتمد الشيخ الطوخي الثاني. في رأي ثاني قال لك إن الظاهر هو إيه؟ الطبقة السطحية من أمام ومن الخلف، والباطن اللي بينهم. فهمت إزاي؟ المعتمد لا، الظاهر هو الطبقة الأمامية السطحية، والباطن هي الطبقة الخلفية. خدت بالك؟ ده الظاهر، ده الراجح يعني. بخلاف الخفيفة أي فيجب غسل ظاهرها وباطنها ولو كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا. افرض واحد لحيته حتة منها كثيفة وحتة خفيفة، يعني حتة تشوف منها البشرة وحتة ما تشوفش منها البشرة، الكثيف ياخد حكم الكثيف والخفيف ياخد حكم الخفيف. بس سهل، سهلة دي. بخلاف الخفيف أي فيجب غسل ظاهرها وباطنها ولو كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا، فلكل حكمه حيث تميز، وإلا وجب غسل الجميع ظاهرا وباطنا. لو لم يتميز الكثيف من الخفيف بقى يبقى وجب غسل الجميع، لو تميز خلاص كل له حكم. كما قاله ابن العماد عدم إمكان تمييزه بالغسل وحده وحده، عدم إمكان تمييزه بالغسل وحده، يعني ما يقدرش ينقي الحتت الخفيفة يغسلها والكثيفة يتعمد، لا، ده علشان يغسل الخفيف هيضطر يغسل مع الكثيف كمان، يبقى وجب غسل الكل، لأنه مش هيقدر يختار ينقي. فهمت ازاي؟ إنما لو قدر يبقى خلاص له حكم. كما قاله ابن العماد عدم إمكان تمييزه بالغسل وحده، وإلا فهو متميز في نفسه. قوله وهي أي الخفيفة، وقوله ما يرى المخاطب المخاطب بفتح الطاء وكسرها كما تقدم، وقول بشرتها أي البشرة التي تحتها كما تقدم أيضا. وبخلاف لحية امرأة وخنثى المراد بها ما يشمل عارضيهما، وهذا محترز الرجل في قوله وأما لحية الرجل إلى آخره. وقوله قبل ذلك بخلاف الخفيفة محترز الكثيفة، فعليه لف ونشر مشوش. عارف اللف والنشر المشوش؟ واللف والنشر المرتب؟ واللف والنشر المعكوس؟ عارف الحاجات دي؟ لما تيجي تذكر أشياء مرتبة وكل شيء مرتب ليه حكم، فتقوم تقول حكم كل شيء بترتيب ما ذكرته، يسموه لف ونشر مرتب. لما تيجي تذكر أشياء مرتبة وتذكر حكم الأخير الأول،
الاخير في الذكر الاول بعديها، وبعدين المتقدم في الذكر في الاخر يسموه لف ونشر معكوس، مش كده؟ ولو قلت حاجات كتيرة وأديت حكم كل واحدة بلا ترتيب لا معكوسة ولا مرتبة يسموه مشوش. مثال جاء في القرآن: يوم تسود وجوه وتبيض، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مش كده؟ جاء الأبيض الأول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال لك: فأما الذين اسودت وجوههم، بدأ لك يكلمك على الاسود الأول، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. خدت بالك؟ يبقى ليس ملف ونشر إيه؟ معكوس. طيب: ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، مش كده برضو في القصص؟ ومن آياته جعل لكم الليل والنهار، انت بتسكن في الليل وبتسعى في النهار، قال لك لتسكنوا فيه، جاء ماشي بالترتيب اهو، ولتبتغوا من فضل يعني في النهار، مش كده برضو؟ ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا من فضل، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. يبقى في لف ونشر مرتب ممكن يجي، ولف ونشر معكوس ممكن يجي، والمشوش يبقى ثلاث حاجات ويجيب لك على خلاف الترتيب بتاعها، يسموه مشوش. فهمت ازاي؟ فيجب ايصال الماء لبشرتهما، اي لندرة ذلك، ده في لحية المرأة يعني، مع كونه يندب للمرأة ازالتها لانها مثلة في حقه. مثلة يعني ايه؟ يعني تشويه، يعني لما تشوف واحدة كده حتى ده حتى بتروح للدكتور تقول له: الحق يا دكتور ده انا طلع لي شنب، اعمل ايه؟ يعني مثلة في حقه. فهمت ازاي؟ لأنها مثلة في حقها. والأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين، ومحل ذلك إن لم يخرج عن حد الوجه مع الكثافة، وإلا وجب غسل ظاهرهما فقط كما تقدم، لو خرجوا عن حد الوجه، ولو كثف، أي سواء خف أو كثف، ولا بد، آخر حاجة هو، ولا بد مع غسل الوجه غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن لتحقق غسله، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ذكر في هدية الناصح أن غسل الوجه يشمل على 30 فردا فراجعه، يعني غسل الوجه نفسه فرد واحد يشمل على 30 فرد فراجعه. ونقف على الثالث من فروض الوضوء، وهو غسل اليدين إلى المرفقين، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. في أسئلة بسيطة كده هنقولها. في واحد باعت بيت شعر يعني بيأيد إن الغمم العرب بتكرهه يعني، وبتعتبره دليل البلادة، اللي هو الشعر اللي في الجبهة يعني، دليل البلادة ودليل البخل والشح والحاجات دي. بيقول لها إيه؟ بينصح مراته يعني، بيقول لها: ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، يعني مت أنا ولا طلقتك ولا حاجة ما تتجوزيش بعدي، غم القفا والوجه ليس بأنزعي، اوعي تتجوزي واحد من النوع ده بعد ما سيبك. ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، غم القفا والوجه ليس بأنزعي، واخد بالك؟ يعني ده النوع ده اوعي تتجوزيه، ده من باب بيؤيد يعني المعنى اللي احنا كنا بنقوله. بتسأل: امرأة حامل ويخرج من الرحم إفرازات بسبب الحمل، هو الرحم يعني بيخرج من فرجها يعني، من فرج المرأة موضع الخروج الدم الحيض، بيخرج منه إفرازات مخاطية كده في أثناء الحمل، فما حكم هذه الإفرازات؟ الشافعية عندهم إنها دائمة حدث، دائمة حدث، تنقض الوضوء، تغسل مكانها قبل الوضوء، وتتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلي بهذا الوضوء فرد واحد وما شاءت من النوافل، وتنوي في هذا الوضوء استباحة الصلاة لرفع الحدث. سهلة؟ ده مذهب الشافعية. والمالكية لا ينقض به الوضوء. سهل، المالكية لا ينقض به الوضوء، لكن ده سألنا حتى علماء المالكية قالوا ننصح برأي الشافعية.
واخد بالك ازاي؟ حتى بعض علماء المالكيه اللي احنا تعلمنا منهم قالوا لا، ننصح براي الشافعيه احوط. لكن انا هقول لك راي تاني كويس، كان فيه الشيخ ابراهيم النيجيري، مفتي نيجيريا، مالكي مفتي نيجيريا، قابلته مره، وهو عالم من علماء المالكيه الكبار في نيجيريا، وولي من الاولياء، راجل صالح، ولا نزكي على الله. فقابلته مره وسمعت واحده بتساله، كنت قاعد انا في سؤال زي ده، فاجاب قال اذا كانت في الشارع ولا تستطيع العوده الى بيتها وحيضيع عليها الفرض يبقى تصلي على مذهب المالكيه، وان كانت في مكان يسهل عليها ان هي تتوضا وتغسل وتعمل يبقى راي الشافعيه اولى خروجا من الخلاف. وكان راي وجيه برضو منه، وهو ده مالكي، مالكي مالكي صرف، خد بالك. دخلت المسجد لاداء صلاه الجمعه والامام يخطب، فرايت فرجه في الصف الاول، فهل يجوز ان اتخطى رقاب المصلين لاصل الى هذه الفرجه؟ لا، الفرجه دي هتتسد لما يقوموا ويصلوا، فهمت ازاي؟ انما ما فيش داعي انك انت تاذي المصلين والامام بيخطب وتقعد تخطي 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 وتيجي قدام الفرجه دي هتتسد اساسا ساعه ما يقفوا ويقول لهم استقيموا سووا صفوفكم، هتتعدل الحكايه. وبعدين الواجب في صلاه الجمعه ان الناس تتراص لما تيجي تدخل، بحيث تترص صف ورا صف كده، عشان ما يدوش فرصه لواحد من بعيد يشوف فرجه ومش عارف الحكم يقعد يخطي الرقاب ويمسك جزمته وتبقى قاعده تنزل التراب بتاعها في قفا المصلين، والمصلين مستحمين ومغيرين لهم فرحانين، يقعد وهو ينزل لهم زباله جزمته في قفاهم، يقوم يزعلوا منه. وايذاء المسلم من الكبائر، خد بالك، ايذاء المسلم من الكبائر مش سهله. فلما تأذي كم مسلم، وبتأذيه مين؟ مسلم صالح جاي يصلي الجمعة طائع في حال طاعته، وبعدين في وقت هو قاعد يسمع الخطبة نرفزته. في ناس لما تتنرفز ما تفهمش حاجة بقى، بعد ما كان قاعد مركز مع الإمام والخطيب وقاعد مبسوط كده، وكل ما يجيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مبسوط يقول إيه ده اللي جابني الجامع ده؟ كرهته في نفسه، مالهاش لازمة، اقعد أنت حيث انتهى بك المجلس. خلاص الحكاية سهلة، عشان ما تأذيش حد. عايز تصلي في الصف الاول تعالى بدري شويه، واخد بالك؟ الحكايه دي اصلا بنشوفها كل جمعه، متاصله في المسلمين الحكايه، ليه كده؟ اصل الشيطان برضو عايز ياخد منك ثواب، خد بالك، يأذي المسلمين بسببك علشان يفرح فيك، هي نكدي، هو كده طريقته كده. اخر سؤال ونقيم الصلاه. جاء الدكتور عبد الصبور شاهين في قناة الجزيرة، أعوذ بالله من الشيطان، الجزيرة دي مصيبة، قناة الجزيرة، وتحدث أن آدم له أب وأم، فما تعليقكم على هذا؟ والله إحنا طول عمرنا عارفين من قواعد الدين وأصول الدين، بغض النظر عن من القائل وبدون ذكر أسماء، إن سيدنا آدم لا أب له ولا أم، وإن ستنا حواء لها أب وليست لها أم، لأنها خلقت من آدم، مش كده برضو؟ فيقول لك لها أب وليست لها أم. وسيدنا المسيح لا أب له وله أم، فربنا سبحانه وتعالى خلق بكل الكيفيات، خلق من غير أب وأم سيدنا آدم، من أب ومش من أم ستنا حواء، ومن أم ومش من أب سيدنا عيسى. يعني كل الاحتمالات عملها لك ربك ليبين لك كمال القدرة، طلاقة القدرة. فالمسألة كده، كون بقى وجدوا في الحفريات، الفتنة اللي جت في بعض أذهان بعض الناس، إن وجدوا في الحفريات بعض حفريات تدل على إن في كائنات لها خلقة الآدمي، خلقة الآدم، ولكن بقى لها ملايين ملايين السنين كثيرة. ولما تيجي تطالع أنت في التواريخ وسير الانبياء تجد ان تاريخ البشريه من لدن ادم ما يجيش يعني 300 مليون سنه ولا 400 مليون سنه، ده اكيد اقل من كده، هم بيقولوا كده، بيعتقدوا هذا. طب امال ايه الحفريات دي؟ شوف حاجه من الاثنين احتمالين، ده في رايي انا، ليه احتمالين؟ الاحتمال الاول ان في خطا في الحسابات، وده وارد، لان هو بيحسب بطريقه معينه، فممكن يبقى في خطا ويبان لهم الخطا ده ان شاء الله بعد 100 سنه، يقولوا يا ده الايكويشن دي كنا حقنا قسمنا دي على كذا بس مشينا نقسم. تحصل
فممكن يبقى في محتمل خطأ في الحساب. دي احتمال. الاحتمال الثاني انه ممكن ربنا يكون خالق كائنات ليست بشر لكن على صورة البشر، هيكلها العظم يشبه البشر، بتمشي على قدمين قبل خلق سيدنا آدم، لان في كائنات كانت مخلوقة قبل سيدنا آدم ومشي على الارض، فلما شافوا حفريتها افتكروا انها بني آدم لان لقوا الهيكل العظم بتاعها يشبه هيكل الآدم. فهمت ازاي؟ فيحتمل هذا. زي بعض انسان الغابة الوقت بيمشي على قدمين، انت ده نموذج، لكن احنا ما شفناش كل ما خلقه الله قبل ما يخلق سيدنا آدم كان شكله ايه، ما شفناش كل الحاجات دي اصلا، ما كناش موجودين اصلا، وما تفرقش الحقيقة. لكن احنا لينا القواعد اللي اتفق عليها الناس على مر العصور اللي توافق القرآن والسنة. اني جاعل في الارض خليفة، قالوا اتجعل فيها من يرسل بها، خلق بشر من صلصال من فخار، ونفخت فيه من روحي، يعني ما كانش فيه قبله واحد. فهمت؟ بين الايات واضحة، يعني الحكاية واضحة، ده قرآن. هتيجي تقول لي اصل المؤرخين، مؤرخين ايه؟ طب ما المؤرخين قالوا لم يثبت ظهور سيدنا ابراهيم النبي، يعني بالتاريخ كده انكروا وجود سيدنا ابراهيم النبي. طب وربك بيقول ان في سيدنا ابراهيم النبي ابو الانبياء، وهو اللي بنى الكعبة، وهو اللي عمل هنا، وهو اللي عمل هنا، لكن من حيث التاريخ يقول لك ما ثبتش. ده احنا دورنا وقرينا جميع الجداريات بتاعت الفراعنة وجميع اوراق البردي وجميع مش عارف ايه، لم نجد ذكر الواحد اسمه ابراهيم اساسا. قالوا كده المؤرخين. طب احنا مالنا؟ الحاجات اللي بتتكتب على الحوائط والجداريات والحاجات دي بيكتبوا اخبار الساسة والحكام، والانبياء لم يكونوا ساسة ولا حكام، فممكن ما يكتبوهمش، لان اللي بيكتب ده بيكتب الرجل اللي بيكتب ده المؤرخ ده بيكتب ايه؟ الاحداث الكبيرة السياسية. لكن هيكتب مثلا اسماء الصالحين والمصلحين؟ ما ممكن ما يكتبهمش، لان كان ليس لهم تأثير قوي على المستوى السياسي، لان ربنا ما ارسلش الانبياء على مستوى السياسة. فهمت ازاي؟ فممكن لا يذكر ويبقى موجود، ايه المانع؟ يبقى موجود سيدنا ابراهيم ما يكتبوش على الجداريات، لانه ما كانش حاكم من الحكام. انت عارف اللي بيتكتب على الجداريات ايه؟ الحكام والمعارك اللي عملوها والمباني اللي انشأوها والحاجات اللي هم يعني جددوها، كل الحاجات دي اللي بيكتبوها. يعني انت في عهد مثلا جمال عبد الناصر لما يجوا في حفريات بعد مثلا 1000 سنة هيقول لك اه ده احنا لقينا ان في سد عالي اتبنى ايام عبد الناصر، لكن ما فيش، مش هيجدوا ذكر للشيخ الشعراوي. خدت بالك ازاي؟ ولا هيجدوا ذكر مثلا للشيخ الغزالي، ولا ذكر للدكتور عبد الله شحاته مثلا. محتمل. ليه؟ لان تملي المؤرخين مش هيكتبوا الا اعمال السياسيين. فهمت ازاي؟ يجوا يجيب لك ذكر مثلا انور السادات، ليه؟ عشان حرب 73 وعلشان مش عارف ايه، لكن ممكن ما يجيبلكش ذكر الشيخ عبد الحليم محمود في التاريخ. فهمت ازاي؟ من حيث التاريخ. لكن لما نيجي بقى لتاريخ الصالحين هتجد ذكره موجود، لانه ده تناول جانب معين. فالقرآن عني بذكر الصالحين والانبياء والاولياء. فهمت ازاي؟ وادانا امثله لبعض الطغاة من الكفار كفرعون، واخد بالك، وابو لهب وغيره وثمود واللي قتل الناقه ذبح ناقه صالح، يعني والنمروذ اللي هو جادل سيدنا ابراهيم، يعني بعض النماذج، ما ادكش كل يعني تاريخ البشريه، وادالك بعض القواد الصالحين السياسيين برضو جاب لك ذكرهم، زي ذي القرنين جاب لك ذكره، وذكر بعض الحكماء زي سيدنا لقمان، وجاب لك ذكر بعض الصالحين والاولياء زي عزير، واخد بالك، اللي قالوا عليه ابن الله، وهكذا. فالقران تناول، ما تناولش، مش كتاب تاريخ هو عشان يتناول الامور دي، فما تمشيش ورا النزعات العجيبه دي. انت خليك فيما تعرف عليه الناس تامن. والخروج والشذوذ تملي بينبني عليه يعني سقطات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا سقطات العلماء جميعا، وأن يجنب العلماء السقطات، وأن يغفر للعلماء سقطتهم، لأن قد يجتهد وربنا يعدها لأشياء أخرى يعلمها فيه ما نعرفهاش. لكن أنا رأيي أن احنا كبرنامج تلفزيوني ما فيش داعي أننا لاقيين واحد بيخالف جمهور الناس نروح جايبينه في برنامج نزيه على الملايين، لأن دي فتن، وقناة الجزيرة دي أصلا قناة كلها فتن،
دي غاوية الفتن ونشر الفتن، زي ما قالت روزا اليوسف في حاجات كده معينة سيئة السمعة، فما فيش داعي انك انت يعني تتعب نفسك وتضيع وقتك في الحاجات اللي هي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفقهنا وان ينور بصائرنا وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويؤلف بين قلوب عباده المؤمنين، ويرحمنا ويرحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.